السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل محاضرات الإيمونولوجي. هنتحدث اليوم إن شاء الله على الـ Major Histocompatibility Complex اللي هي المقصود فيها الـ MHC. وأكيد هذه الكلمة مرت علينا أكثر من مرة في مواضيع إيمونولوجي سابقة. Major طبعا زي ما قلنا هي عبارة عن أساس في موضوع الـ Histocompatibility، وكأنه أنا بروح هنا على موضوع الترانسبلانتيشن، أنه لابد يكون في عندك كومباتيبيليتي. من هذا الباب أجت موضوع ميجر هيستو كومباتيبيليتي في استخدامه في موضوع الترانسبلانتيشن. إذا وكأنه بقول لي في عندي سيرتن جينز، هذه الجينز بتعطيني بروتينات، تمام، هذه البروتينات إلى علاقة في موضوع نعمل كومباتيبيليتي، بحيث أنه نقدر نعطي عضو مثلا من إنسان إلى آخر ونشوف عملية التطابق ما بين الأنسجة. المقصود التطابق ما بين اللي هم الـ MHC class الكلاسز الموجود عندي على الأنسجة اللي إحنا عايزين ننقله بشكل عام، أو ما بين المستقبل واللي هو المتبرع. على كل الـ MHC are tightly linked cluster of genes، وهذا الكلام كم ذكرناه في موضوع المولوكولار بيولوجي، قلنا في عندنا سوبر فاميلي جينز وذكرنا مثال منهم بتاعت الام اتش سي كلاس، كما انه في عندي الاميونوجلوبولين، تمام. اذا هم عباره عن كليستر اوف جينز، اوكي، ذات ار فاوند ان ذا موست فيرتبريت، يعني اغلب الفيرتبريت الفقاريات عندهم هذا الشيء، تمام. ار اسوشيتد ود انترا سيلولار ريكوجنيشن اند سيلف نون سيلف ديسكريمينت، ذاتس رايت. انه بيحصل في عندنا انه الانتيجينات اللي موجوده عندي بشكل عام في جسمي بصير لها عمليه اللي هو ريكوجنيشن من خلال هذه الام اتش سي كلاس، وبعد هيك بصير لها برزنتيشن. وذكرنا تذكروا في موضوع السيلكشن البوزيتيف والنيجاتيف سيلكشن اللي بيحصل عندنا في التايمس، تمام، انه انا هناك بعلم من خلال اللي هو السيلف انتيجين الموجود عندي على الام اتش سي كلاس 1 و 2، ذاتس رايت. اذا هنا من خلال الام اتش سي كلاس 1 و 2 بنقدر نعرف ايش طبيعه الانتيجينات الموجوده عليهم، هل هم ماي سيلف اور فورين انتيجين بشكل او باخر. وهذا الكلام بيحصل في عمليه الاميون ريسبونس اجينست انتيجين غريب مايكروب، بغض النظر ايش هو، انه احنا بامكاننا نقدر نميز ما بين السيلف والنون سيلف، وعلى اساسه بيحصل الاميون ريسبونس. فبقول لي هذا الام اتش سي كلاس بيلعب دور مهم في عمليه الترانسبلانتيشن، وهذا الكلام ذكرته. يا اما انا اكون هيستو كومباتبل او هيستو انكومباتبل، يعني واحد عايز ينقل اورجان مثلا هارت كيدني على سبيل المثال ليفر وان سو اون من متبرع او من دونر لريسيبيان، فلا بد يكون في عندنا نوع من الاستدي لموضوع الام اتش سي كلاس. ان انتيجن ريكوجنيشن باي تي سيل، طبعا ذاتس رايت، لا بد. احنا مش قلنا التي سيل الا اذا عايزين نعملها ديفرنشيشن ونعلمها لازم نعمل عمليه ريكوجنيشن لهذه التي سيل للانتيجينات تاعت السيلف من خلال مين؟ من خلال الام اتش سي كلاس، سواء كان 1 او 2. اذا ذاكرين قلنا الام اتش سي كلاس 1 بربط عليها تي سيل ريسبتور مع سي دي 4، تمام، والام اتش سي مع سي دي 8، والام اتش سي كلاس 2 بربط عليها الريسبتور مع السي دي 4. بقول ان هيومن دير جينز ار ريفيرد تو از هيومن ليكوسايت انتيجين، يعني بقول بشكل عام في الهيومن الاسم القديم كان عباره عن هيومن ليكوسايت انتيجين، يعني وكانه بقول لي هي عباره عن انتيجينات موجوده على الليكوسايت، وهذا كان موجود في الكتب القديمه، لكن الان صار عباره عن ام اتش سي. ولكن الآن لما نيجي نقول الـ MHC class مثلاً 1 أو 2 بنقول عنهم بالاسم HLA، تمام؟ إذن هم عبارة عن إيش؟ HLA gene، HLA gene، سواء كان HLA طبعاً class 1 أو HLA طبعاً بأنواعه، و HLA 2 بأنواعه class 2، تمام؟ زي ما حنشوف إن شاء الله later on. إذن في عندنا كلاسز موجودة، 3 كلاسز من هذا الميجر هيستو كومباتيبلي. عندنا كلاس 1، أم اتش سي كلاس 1، وأم اتش سي كلاس 2، وأم اتش سي كلاس 3. هذه 3 مش معنيين بالنسبة لنا في موضوع الدراسة ك هيستو كومباتيبلتي فاميلي. فبقول الأم اتش سي كلاس 1 there are 3 independent genes، يعني أنا في عندي جين مسؤول عن HLAA، HLAB، HLAC، تمام؟ أنا عندي MHC class 2، في عندي جين
ثلاثة جين، واحد مسؤول عن اتش ال اي دي بي، احنا بنحكي عن الكومن او الدوميننت اتش ال اي دي بي، اتش ال اي دي كيو، اتش ال اي دي ار. تمام، في عندنا اذر كلاس اسمه ام اتش سي كلاس 3. تمام، هذول انكود يعني هم موجودين في نفس الاريا سموهم ثلاثة، لكن فيهم جينات مسؤولة عن أنواع من الكومبلمنت، فيهم جينات مسؤولة عن بروتينات اسمها هيت شوك بروتين، هنحكي عنهم في الموليكولار بيولوجي هذول إن شاء الله. وفي عنا جين مسؤول عن إنتاج التيومر نيكروسيس فاكتور، هم موجودين في هذه المنطقة، فقالوا نعتبرها عبارة عن ام اتش سي كلاس 3 ليس إلا. طيب نيجي نطلع بشكل عام، الام اتش سي كلاس is a polygenic and a polymorphic. Polygenic and polymorphic mean that it contains several different classes of MHC class 1 and 2 gene. تمام؟ ايش يعني؟ انه انا في عندي MHC class 1 H اللي هي HLA A و B و C polygenic. وكأنه MHC class 2 عندنا HLA DR DB و DQ. تمام؟ اذا هي المقصود في polygenic. النقطة الثانية انه عبارة عن بوليمورفيك with a range of peptide binding specificity. وهذه القضية بدك تتخيل انه في عنا change في المورفولوجي بتاعت الـ MHC class وكان 1 او 2، بحيث انه دائما في عنا مجال انه هذه الـ MHC class تعمل presentation لـ different kind of peptide يتناسب مع حجم الاختلاف على موضوع التي سيل ريسبتور. احنا مش ذكرنا الان او ذكرنا عفوا في السابق انه عندي انا التي سيل ريسبتور، دائما هذا التي سيل ريسبتور عنده البي التي سيل، ممكن يكون عندي كلونز الوت عندهم مجال يستوعبوا هذا الكم الرهيب من البيبتايدز في يرتبط عليهم. تمام، على الام اتش سي كلاس. اذا معناته الام اتش سي كلاس بياخذ كونفورميشن. تمام، يعني ممكن يحصل يكون عندي مثلا على سبيل المثال ام اتش سي كلاس 1 اتش ال اي اي، لكن عنده مجال انه بياخذ كونفورميشن معين يرتبط عليه ببتايد اكس، يرتبط عليه ببتايد واي زد، وهلم جرى. وضحت؟ هي المقصود في البوليمورفيك بشكل او باخر. ايش بقول لي؟ طبعا هنا ابروكسيميتلي تقريبا 5000، طبعا ممكن يكون في عندنا 2000 عفوا 585 اتش ال اي كلاس 1 وعندي كلاس 2، لكن طبعا في دراسات بتقول العدد اكثر من هيك. يعني في عندي نوع من الاليلز، في عندي ايش؟ الليلز. يعني انا عندي ام اتش سي كلاس 1 سواء كانت شال اي اي والبي والسي، في مئات من الليلز ممكن يتوفر هنا او هنا على هذه الجينز، وكذلك التو بشكل او باخر. تمام، وهذا الصحيح بيعطيني اللي هو طبيعه كمان البوليمورفيزم اللي احنا ممكن نتحدث عنها، واضح بشكل او باخر. فبيجي بيقول لي مثلا الـ MHC class، تمام، HLA A تقريبا في عندنا 580 الليل منها، 921 الليل من HLA B، 312 من HLA C موجودات عندنا بشكل أو بآخر. تمام، هذا بشكل عام. اعتبر هذا عندنا اللي هي cluster of genes class 2 المقصود في DB و DQ و DR والـ A والـ B والـ C. انت اعرف طبعا اشي تاني، طبعا في عندنا هنا جينز مسؤول عن كلاس 3 في هذه المنطقه، وكذلك في عندي اذر هنا مش ميجر زي ماينر في الاتش ال اي، كمان موجود عندنا دي ار ودي قلنا بي ودي كيو، في عندنا دي ام ودي ان ودي بي موجود عندنا بهذا في هذا الكلاس بتاعت الجينز الموجود عندنا. الكلاس 1 نعرف انه الكروموسوم، هذا بنحكي على كروموسوم فادر، كمان على كروموسوم مدر بده يكون عندك على الجانب الاخر في عندك كمان نفس الحدوته ام اتش سي كلاس 1 وام اتش سي كلاس 2 وام اتش سي كلاس طبعا 3. تمام، بهذا الامر. اوكي، ذكرنا تذكروا في السابق ذكرنا الخلايا بشكل عام تاع جسمي، قلنا ما عدا الريد بلاد سيل، تمام، والنيورون ان جنرال نيورونز عندهم ام اتش سي كلاس 1 كل خلايا جسم بشكل عام. وذكرنا كمان في عندنا اكسبشن انه عندنا خلايا معينه عندها ام اتش سي كلاس 2، هذا بس للعلم. بقول لي الماوس عنده ام اتش سي كلاس 1 و2 من باب المعرفه ليس الا،
هاي نيجي نطلع على هيومن. الكومبلكس عندنا 1 و 2 و 3 هاي اتش ال اي سي بي عفوا اتش ال اي بي سي اي ها اتش ال اي اي اتش ال اي سي اتش ال اي كمان عندنا هذه البروتينات والاشياء تاع الثلاثه ما لناش علاقه عندنا اتش ال اي دي بي دي كيو دي ار واضح اذا هنا بقول لي دي بي ودي كيو دي ار اذا بتلاحظ الجين برودكت الفا بيتا وكان ايش بقول لي انا بقول لي كل عندي هنا الدي بي تمام اللي هو يوجد عندي قطعه بتنتج لي الفا تشين وعندي قطعه بتنتج لي بيتا تشين تمام عندي قطعه جين تمام تابع على لبي تنتج الفا تشين وبيتا تشين تمام وكذلك الدي كيو عندي كمان جين بينتج لي الفا تشين وبي تشين ودي ار الفا تشين وبي تشين مختلفين طبعا عن بعض مش شرط يكونوا زي بعض تمام هذا على كروموسوم واحد على الكروموسوم الثاني نفس الحدوته عندنا دي بي ودي كيو ودي ار برضه هلم جرى وكانه انت بتقول لي الان اللي عندي انا الام ات سي كلاس 2 ممكن هي عباره عن الفا وبيتا تشين ذاتس رايت لكن هنا الام ات سي كلاس 1 هي عباره عن تشين واحده عباره عن الفا تشين ومعها حاجه اخرى هنحكي عنها ليتر اون طيب الام ات سي كلاس 1 بروتينز فورم ا فانكشنال ريسبتور اون موست نيوكليتيد سيل معروف الكلام هذا ذير ار 3 ميجر كلاسز يعني في عندنا ميجر كمان من الام ات سي كلاس 1 في عندنا اذر ماينر الميجر عندنا اتش ال اي اي بي وعندنا سي اي وبي وسي الماينر في عندنا كمان انواع ماينر يعني مش في طور الحديث نتحدث عنهم اي اتش ال اي اي اتش ال اي اف اتش ال اي جي عندنا هذا الكلام لكن اساسيتهم اتش ال اي بي سي هذول اللي بنحاول نعملهم انفستيجيشن في حاله ما احنا عايزين نطلع على موضوع الهيستو كومباتيبلتي There are three major and two minor class 2 protein encoded by HLA. The genes of the class 2 combine to form heterodimer alpha beta. تمام؟ على السيرفيس بتاعت الانتيجين بريزنتنج سيل. اذا الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هم مين؟ اللي هم الماكروفيج، الدندريتك سيل، البي سيل عليهم ام ات سي كلاس 1 ضمن المفهوم. لكن انا بقول عليهم ام ات سي كلاس 1 قديش كم واحد ام ات سي كلاس 1 عليهم 6 اتش ال اي اي وبي وسي من فادر وعليهم اتش ال اي من فادر كروموسوم واتش ال اي واي وبي وسي من مدر كروموسوم تمام لكن ممكن يكون اللي عند المدر كروموسوم الاتش ال اي اي يختلف عند الفادر اتش ال اي اي من ناحيه الليلز مختلف ممكن يكون ذا سيم وضحت بشكل او باخر اذا نتصور انه الاتش ال اي اي والبي والسي بتاعت الفادر والمادر كروموسومز ممكن يكونوا مختلفين وانت طبعا يكون عندك طبعا 6 في الحاله هذه تمام هما 6 اوكي وكذلك الخليه الانتوجين بريزنتنج سيل عندها اتش ال اي دي ار دي بي دي كيو برضه نفس القضيه عندي 3 انا بنتج من الكروموسوم بتاع فادر تمام عندي 3 اتش ال اي دي اتش ال اي دي دي بي دي كيو دي ار تمام من فادر واتش ال اي دي بي دي كيو دي ار من وين من مادر تمام اذا في عندي 6 بشكل او باخر هي رجع اكيد لي على الشكل كروموسوم 6 موجود عندنا هذا الجين موجود في منطقه الشورت ارم تمام على هاي يعني صرنا نفهم ايش معناته 6 وبي 21.1 تمام عندي موجود يعني في الصب في اليونت 2 في الصب وصب الصب يونت بشكل او صب باند عفوا هاي كلاس 1 بانواعه والماينر وهي عندي كلاس 2 اتش ال اي دي كيو دي ار دي بي في عندنا طبعا دي ام وهذا له فانكشن هنحكي عنها ليتر اون ان شاء الله في نهايه المحاضره هذا بيخرج له فانكشن اخرى جين ماب اوف ذا هيومن ليكوسايت انتيجين اتش جي ريجون هذا الكلام موجود عندنا بشكل او باخر الكروموسوم 6 الموجود عندنا بقول الام اتش كلاس 1 مولكيول ار اكسبريست اون افري نيوكليت سيل اول 3 ام اتش كلاس 1 مولكيولز ار اكسبريست اون ذا سيل سيرفيس تمام
at the same time although they differ in the level of expression. طبعا بيختلف في الليفل اوف اكسبريشن، ممكن سيلز عندها كميه اكثر، سيلز عندها كميه اقل، مش شرط يكون نفس العدد بشكل او باخر. طيب ار هايست اون ليمفوسايت اند لو اور اندتكتبل اون ليفر. يعني بيقول لي مثلا الام اتش سي كلاس 1 على خلايا الليمفوسايت عددهم عالي، لكن على الليفر تمام الهيباتوسايت النيورال تمام النيورون عليهم فيري لو. احنا قلنا ما فيش عليهم، لكن نيورال سيل عليهم فيري لو. مسل سيل سبيرم هذول مالهم اندتكتد، عفوا قلنا ايش اندتكتد، يعني الام اتش سي كلاس 1 بكون انا لو انا نقلت ليفر تمام بكون مرتاح على موضوع النقل من ناحيه الام اتش سي كلاس 1، ما يصيرش عندي تضاد. ذاتس رايت، وعشان هيك بتكون اسهل في عمليه النقل نوعا ما اذا اردنا ان نبحث عن ام اتش سي كلاس 1. النيورون طبعا قلنا هنا ما فيش عليها زي ما ذكرنا على الريد بلاد سيل. المسل سيل نفس القضيه ممكن يكون عليها فيري سمول. السبيرم تقريبا ما فيش عليه في هذا الامر. اديشنالي اتش ال اي سي انتيجين ار اكسبريست ات ا لوور ليفل دان اي وبي. حتى كمان ان جنرال قلنا عندنا بصير اتش ال اي اكسبريشن وبي وسي بشكل عام في الخلايا كلها، ولكن ما عدا الاكسبشن السي دائما اقل من الاي والبي. اذا في موضوع الكومباتيبلتي تطابق انا بركز على الاي والبي، بركز على مين؟ على الاي والبي. ودائما كمان براعي اي عضو انا بدي انقله تمام، براعي طبيعه حده الرياكشن اللي ممكن يحصل على ايش، على قديش الهاي انتنسيتي بتاعه اللي هو الام اتش سي كلاس على السيرفس. الام اتش سي كلاس 2 مونيكولز هاف مور ليميتد ديستريبيوشن اون ذا بي سيل. تمام هم موجودين تمام، موجودين على البي سيل، على الدندريتك سيل، على التايمك ابيثيليال سيل تذكروا اللي قلنا عنها، هذه اللي بتعلم الخلايا تمام، وعندي الماكروفيج عليها ام اتش سي كلاس 2. ايتش ام اتش سي كلاس 2 سب ريجون كونتين اي اند بي جين ذات كود فور وان تشين. ايوه وكانه ايش بقول لي انا ام اتش سي كلاس 2 اتش ال اي دي ار علي جين الفا بيعطي الفا وجين بيعطي بيتا تمام، نفس القضيه. اذا هذا الكلام موجود نعرف انه انا ممكن يحصل عندي انا اقول كروموسوم فادر وكروموسوم مدر. قلنا الكروموسوم فادر اللي عليه اتش ال اي جين اتش ال اي دي بي مثلا، اوكي اتش ال اي دي بي يوجد جين تمام الفا يعطيني جين تشين وجين يعطي بيتا تشين. على الجانب الاخر كروموسوم مدر عندها نفس الشيء. اذا المنتج ام اتش سي كلاس 2 ممكن يكون جاي من ايش؟ من فادر الفا بيتا، او ممكن يكون جاي من فادر الفا وبيتا مدر، او من العكس بيتا فادر الفا مدر. واضح؟ تمام؟ اذا اعيد ثاني. الام اتش سي كلاس قلنا عندنا اتش 2 طبعا في عندنا جين في كل كلاس منها، في كل طبعا سب كلاس اللي هم الدي بي والدي كيو والدي ار، كل واحد عليها جين بينتج الفا تشين وبيتا تشين. تمام اذا لو كان انا عندي بده يطلع الام اتش سي كلاس 2، الام اتش سي كلاس 2 هذه هي الفا وبيتا تشين، فممكن يكون التنين الالفا والبيتا تشين طلعت من الفادر كروموسوم، او ممكن يكون من المذر كروموسوم، او ممكن يكون مشترك الالفا طلعت من فادر كروموسوم والبيتا طلعت من مدر كروموسوم، او العكس البيتا من الفادر كروموسوم والالفا من المدر كروموسوم. تمام هذا الكلام بيحصل. كمان ايش بقول لي؟ بقول لي اعمل حسابك في موضوع المناعه انه الام اتش سي كلاس 1 و 2 الاكسبريشن تاعهم اولسو كنترولد اب ريجوليتد داون ريجوليتد ولا تحت تاثير السيتوكاينز. تمام والام انترفيرون جاما طبعا من ضمن السيتوكاينز المهمه انها تحفز للخلايا تمام على اساس تنتج ام اتش سي كلاس 1 او ام اتش سي مثلا كلاس 2 على السطح بتاعها. واذا بتلاحظ في العنوان عندي هنا كودومينانت، ايش يعني كودومينانت؟ انه انا الجين ذاكرين لما ذكرنا على الاميونوجلوبولين ايش قلنا؟ الليل اكسكلوجين. هنا لا، على سطح الخليه ركز معي، على سطح الخلية
انت عندك، خلينا نقرأ انه الماتيرنال والباتيرنال ينتجوا بينتجوا في موضوع الام اتش سي كلاس، وكان 1 او 2 ذكرنا الكلام هذا. قلنا في الانتي بادي اذا ذاكرين في عندنا حاجه اسمها الليل اكسكلوجن، يا اما فادر يا اما مدر، تمام؟ لكن هنا لا. اذا each person up to 6 different HMHC class 1 molecules three coded by HLA class genes on each chromosome. يعني انا في عندي ثلاثة from father ثلاثة from mother. All cells in one person may express the following molecule. اذا الان بقول لي كمان انا انسان عندي ستة، الستة هدول هم اكيد قلنا في عندنا اختلاف نادر very 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 rare تلاقي تطابق. فبقول لي والله اللي عند فادر مثلا HLA-A2 HLA ممكن يكون عندي، عفوا سوري، ممكن يكون عندي HLA-A2 او HLA-A5 HLA-B6 7 HLA-B13 HLA-C16 6 HLA-C8. كم واحد هدول؟ 1 2 3 4 5 6. الستة هدول هم جايين من وين؟ من فادر ومادر. بس انت بتلاحظ اتش ال اي اي مالها 2 اي 2 واي 5، وكانه انا من المادر اعطاني اي 2 يعني الليل اي 2 والليل اي 5. هذه ارقام ليس الا للتعريف، وضحت؟ اذا هذا ممكن يحصل. ممكن حاله رير يكونوا هومولوجس. ايش يعني؟ انا عندي HLA-A2 الموجودين HLA-B مثلا B13 HLA مثلا C6، بيحصل هذا الكلام بس فريدي. Some individual may express fewer than 6 because they are homozygous for طبعا بصير يعني اذا كانت الA نفسها الA خلاص نفسها A، تمام؟ هتلاحظ انه عندك خمس مختلفين، تمام؟ او ممكن يكون عندك ثلاثة مختلفين لانه الاثنين زي بعض. Both parent and mother chromosome express the same allele. ممكن يكون يحصل هذا الكلام اذا كانوا the same. The phenomenon of having multiple stable forms of gene of one gene in the population is known as genetic polymorphism. Genetic polymorphism which generates diversity of MHC class with the population. MHC class is the most highly polymorphic gene system in the body. طبعا highly polymorphic. The extensive polymorphism of the MHC class gene make it very unlikely. إذا هذا البوليمورفيزم هتلاحظ يكون مستبعد جدا إنه التنين يكونوا identical. عشان هيك لازم تعمل compatibility لما تيجي تزرع. لانه very 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 rare تلاقي ناس عندهم ايش؟ compatibility. وقلنا هذا البوليمورفيزم بيعمل ريجكشن، عشان هيك بيحصل بين قوسين انه لما انت تروح تعطي زراعه قلت احنا نادر نادر تلاقي اثنين متطابقين، لكن في عنا ممكن يكون تشابه بين اخوه نوعا ما، تمام؟ او بين فرد او اخر، تمام؟ لازم تعطي اميونو سبريسيف دراج. هذا الدرنك اساس ايش؟ تخفف من حده الرياكشن ضد مين؟ ضد القادم على للمستقبل. احنا عندنا دولار وعندنا ريسيبيانت، اذا ممكن ما يكونش 100% كومباتبل المستقبل مع الدونر. في الحاله هذه انت ايش؟ حتعطي اللي هو ميونو سبريسيف دراج، زي ما حنحكي على الترانسبلانتيشن ان شاء الله في الفصل القادم. بقول اتش ال اي دي بي دي كيو دي ار also نفس القضية codominant زي ما ذكرنا father mother. اوكي بديش اعيد وازيد، برضو عندي 6 molecule زي ما هناك عندي 6 molecule. وقلنا واحد ممكن يطلع من father وواحد يطلع من مين؟ من mother. يعني مثلا الان واجي اقول اوكي سوري الآن لو طلعت على خلية الانتيجين بريزنتنج سيل على سبيل المثال، انا عندي ستة
ام ات سي كلاس 1 وعندي 6 ايش ام ات سي كلاس 2. ها ركز معي 6 و6 الحين كلها خليه وطول وعريضه عليها بس 12 لا علينا 6 وجنبهم كمان 6 و6 هلم جره في عندي عشرات او الوف تمام من 1 ومن 2 ليش؟ لانه مش معقول احنا بنعمل برزنتيشن لعده انتيجينات في الوضع ليش؟ لانه احنا الوضع الطبيعي انه هذه الام ات سي كلاس موجوده اصلا وعليها السلف انتيجين وعليها ايش؟ السلف انتيجين وهم مثلا السلف انتيجين بالمئات اذا ما كانوش بالالاف تمام عليهم السلف انتيجين عشان هيك انا عندي 6 بس انت اضرب 6 في مئات تمام لكن هم نفسهم الستة لكن ممكن كمان يرتبط على الستة صحيح هم ستة لكن عددهم كبير متكررين لكن يرتبط عليهم different antigen واضح هذه النقطة بدنا ندير بالنا عليها تمام يرتبط عليهم ايش different antigen ليش احنا قلنا عملية البوليمورفيزم انه انا مثلا ام اتش سي كلاس اتش ال اي 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 2 تمام موجود مني تقريبا نقول 50 موليكول او 100 موليكول على سطح الخلية بشكل عام 100 200 ممكن يشبك علي على سطحي تقريبا نقول 30 40 انتيجين جديد عفوا بيبتايد مختلف تمام ليش لانه قلنا انا ممكن اتش ال اي اي 2 يرتبط علي بيبتايد اكس ويرتبط علي بيبتايد واي يرتبط علي بيبتايد زد لانه عشان احنا نحاول نفهم موضوع التطابق ما بين التقاء الام اتش سي كلاس عليه البيبتايد مع ديفرنت كلونز من التي سيل عليهم تي سيل ريسبتور واضح هذا الكلام لازم احنا نكون عارفينه تمام وكذلك ال HLA DB و DQ و DR مش هم ستة لا في عندي كمان ألوت تمام على السطح لكن هم الستة بتكرروا تمام بشكل أو بآخر أوكي MHC identity occur in homozygous twins and can occur in a family of large number of children يعني ممكن نعرفهم من خلال المونوزايجوت توينز نشوف ايش طبيعة الخلايا بشكل او باخر من ناحية الام اتش سي اللي عليهم هنا ايش بقول لي هنا هيا نطلع على الصورة بقول لي انا ام اتش سي كلاس بايندينج بيبتايد في عنا بقول لي هاو السؤال اللي طرحته انا توه ستة انفيريانت موليكول هاف ذا كاباسيتي تو بايند 10 قوة 15 الان ديفرنت بيبتايد ايوه كم رهيب من البيبتايد 10 قوة 15 يعني عدد رهيب هذا المقصود في طبيعة البوليمورفيزم A binding site is flexible is ايش؟ إذا عملية الفولدينج بتاعت الام اتش سي كلاس تختلف من الى على الرغم من انا اتش ال اي اي 2 بعمل فولدينج هنا بشكل هناك بشكل وهناك بشكل وهذا اللي بيعمل انه انا اقدر اعمل bind many different peptides bind peptide with high affinity كمان form a stable complex at the cell surface between the peptide and the MHC class export all the molecules that have captured a peptide to the cell بعدين هذا الكلام انا لازم اطلع بالفعل MHC class شابك عليها peptide بالفعل يعني هي قادرة انها تعمل عملية لقاء مع الـ MHC مع الـ T cell receptor واضح؟ اذا العملية هنا لها علاقة بطبيعة flexibility بتاعت مين؟ بتاعت الـ MHC class folding تمام؟ around peptide واضح بشكل أو بآخر يعني ممكن أنا أخذ الشكل هذا في folding وهذا الشكل في folding على الرغم من أنا نفسي HLA مثلا A2 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 واضح هذا الموضوع بشكل أو بآخر بقول each MHC class has only one binding site طبعا واضح the different peptide can bind to the same site of a given MHC class ها different peptides على نفس الاشي the same احنا بنأكد في الكلام قاعدين but only one at a time طبعا one at a time مش معقول يربط عليه two peptide MHC class polymorphism is determined only in the germline طبعا هذا already في الجيرمline ما فيش عندي فلسفة الarrangement للجين او عملية recombination no تمام فيش عندنا الدايفيرسيتي تجيني من هذاك الارينجمنت وعمليه التجميع لا هنا طبيعه الام عفوا الام اتش سي كلاس عندها هذه الفلكسيبيليتي في الديفورمابيليتي طبعا
هنا بيقول لي في موضوع انتقال، طبعا اكيد حتنتقل من الابناء للاباء، الام تي كلاس 1 او 2، تمام، من خلال طبعا لانه كروموسوم فادر مدر، كروموسوم فادر مدر بشكل او باخر، تمام، وتنتقل الصوره من خلال اللقاء زي ما احنا عارفين. الصوره هنا اوضح، بقول لي انا عندي هنا اي اي بي اي بي اي بي كلاس، اذا هي سطح الخليه علي 6 مش 3، هم 3 من واحد كروموسوم، لكن الكروموسوم الثاني برضه حينتج كمان 3، تمام، ينتج كمان اي اشتر. ممكن يكونوا مختلفين هم ايه، لكن قلنا هذه عباره عن اتش ال اي اي 2، لكن بتاع هذا كروموسوم فادر بتاع المدر اتش ال اي اي 27 ممكن يحصل، وهلم جرى البي وهلم جرى السي. ال اتش ال اي دي ار اعتبرني انا عباره عن انتيجين بريزنتنج سيل، بقول لي بمثل لي انا حيجي الفا بيتا، اذا الالفا وبيتا ممكن يجوا من هون كروموسوم، تمام، يعني الالفا وبيتا بتاعت هذا الدي بي اجون من هذا الكروموسوم، لكن الدي بي دي كيو ممكن اجون من الكروموسوم الثاني، تمام، او العكس، مثلا الالفا اجتني من الكروموسوم هذا، البيتا عفوا اجتني من الكروموسوم هذا، لكن الالفا اجتني من الكروموسوم الثاني، هم جره. وضحت ايش اجى كيف موضوع السته وكيف موضوع الارتباط. بقول لي انا وكان الان بيجي بحكي لي، بقول لي الالفا تشين يا باشا، تمام، هي عباره الموجوده بيجي عندها مولكيول اخر اسمه بيتا 2 مايكرو جلوبولين، حنحكي عنه ليتر اون ان شاء الله، ان شاء الله حنتحدث، نقف لهنا ونتحدث شوي ان شاء الله على الام اتش سي كلاس 1 و 2 كيف بصير عمليه البرزنتيشن لهم، وان شاء الله بنكمل الفكره الحلقه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.